الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، مرحبا بكم. كشفت مصادر صحفية في محافظة ديالى عن تحول أكبر مزرعة للعنب في العراق إلى أراض جافة من جراء أزمة الجفاف الأخيرة وتداعياتها. وأوضحت المصادر أن المناطق ضمن قاطع قضاء المقدادية تضم أكبر مزرعة للعنب في العراق، تصل مساحتها لأكثر من 5000 دونم مزروعة بأنواع مختلفة، منها قد تحولت إلى أراض جافة نتيجة أزمة المياه، مشيرة إلى أن القوات الحكومية منعت في الآونة الأخيرة الدخول إليها والعمل على معالجتها من قبل المزارعين أنفسهم لأسباب غير معروفة. هذا وتفقد ديالى مساحاتها الخضراء بشكل مستمر إثر تداعيات أزمة المياه، حيث أقرت دائرة بيئة ديالى بأن مدن ديالى فقدت بعد عام 2003 من 30 إلى 40% من الأحزمة الخضراء والتي تشكل البساتين الزراعية الغالبية منها. اتهمت رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار سماسرة وتجار تابعين لجهات متنفذة باستغلال الوحدات السكنية المعروضة في مجمع بسماية السكني جنوب شرق بغداد وبيعها بأسعار باهظة. وقالت النجار إن الهيئة أصدرت تعليمات تتضمن عدم ترويج أي معاملة نقل ملكية من وإلى البائع والمشتري إلا بعد سداد المبلغ المستحق كاملا، مؤكدة إهمال أي معاملات بيع للشقق غير مستوفية لتعليمات الهيئة الأخيرة. حذر البنك المركزي التونسي من تداعيات تضخمية كبيرة تحدق بالبلاد بسبب التقاء عوامل داخلية وأخرى خارجية تدفع باتجاه ارتفاع أسعار المواد الأساسية. وأضاف البنك أن ارتفاع الأسعار سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعاً ليصل التضخم هذا العام إلى 7% نتيجة تصاعد الأسعار العالمية، فضلاً عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية في تونس. قال صندوق النقد الدولي إنه من السابق لأوانه القول إن العالم يواجه فترة تضخم مستدام بسبب تداعيات جائحة كورونا. وأضاف الصندوق أن جائحة كورونا لا تزال تمثل الخطر الأكبر الذي يواجهه الاقتصاد العالمي، وأن صانعي السياسات على مستوى العالم بحاجة إلى تقدير سياستهم المالية والنقدية بعناية في عام 2022 بما يضمن عدم تقويض الانتاج الاقتصادي في حال انهاء برامج الدعم المالي لمواجهة الجائحة وارتفاع أسعار الفائدة. ارتفعت أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم بسبب الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية والأحوال الجوية السيئة وارتفاع أسعار الطاقة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن متخصصين في الاقتصاد الدولي أن ارتفاع أسعار الغذاء من شأنه إجهاد الدخل في البلدان الفقيرة، لا سيما في بعض أجزاء أمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث ينفق السكان ما يصل إلى 50 إلى 60% من دخلهم على الطعام، ما يفرض أعباء ثقيلة على الفقراء ويهدد بزيادة الاضطرابات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز بأمان الله.